بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع بداية العام الهجري الكريم الشريف المنيف الذي شرفنا الله به، مع بداية هذا العام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى وأن يرحمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن نستقبل هذا العام الجديد بخير عمل. فنصلي ونسلم على سيدنا النبي، بابنا إلى الله، رحمة الله للعالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا العام كثرت الفتن وشاع الظلم بين الناس واختل الأمر، وكل ذلك أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال لحذيفة: أرأيت إن رأى الناس المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قال: أوكائن هذا يا رسول الله؟ قال: وأشد منه يكون، فإن لله وإنا إليه راجعون. وفي حديث أبي موسى الأشعري أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد فيهم يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل ابن عمه، قالوا: أو معهم عقولهم يومئذ يا رسول الله؟ قال: يومئذ يسلب الله عقول أهل هذا الزمان. وفي حديث البزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي من رجل أتاه الله القرآن حتى بدت عليه بهجته فغيره. ورمى جاره بالشرك وخرج عليه بالسيف. قالوا: فمن معه الحق؟ القاتل أم المقتول، صاحب السيف أم هذا الذي اتهم بالشرك؟ قال: بل المرمي. ورأينا أحدهم بعد اضطراب في حياته فظيع يفسر القرآن ثم يغيره كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبقى هناك طبعة أولى وطبعة ثانية، وفي الثانية كفر المسلمين ورماهم بالشرك وقال: إن الإسلام انعدم من الأرض من قرون، يعني كفر آباءنا وأجدادنا. اسمه سيد قطب. ثم بعد ذلك خرج على جاره بالسلاح، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا بين أيدينا ولا نوقعه إلا بعد أن نراه ونرى البلاء الذي وراءه. كل ذلك أخبر به رسول الله فيما تركه لنا من المحجة البيضاء،
التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى اختل الميزان في أيدي الناس، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن فاحتفالنا بهذا العام الهجري الجديد، واحتفالنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن من أجل أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا على عقيدة الصحابة الكرام، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يبقي علينا نعم الإسلام إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وإسلاما. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت، وعجل بالفرج. نستمع إلى ما نروح به القلوب، ونتذكر به الرحمن، ونذكر به سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، فتتنزل السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة، كما أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بابنا إلى الله. مدد من غير عدد يا رب. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العام عام خير على الأمة المحمدية، وارزقنا العزة والنصر يا الله. إنك على كل شيء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير، يا أرحم الراحمين يا من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لدائما أبدا
الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتب كأنما سطرا لما كتب فروعها من بديع الخط باللقم أن سار سائرة مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وطي سل الهجير حميد مبرورة القسم مولاي صل وسلم وقاية الله أغنت عن مضاعفة
رؤيا من رؤيا الخيال
الجبال يزوروا بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. أخيباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. وضحوة عيد يوم أضحي بقربكم يا عين. وضحوة عيد يوم أضحي بقربكم علي من اللطف الخفي ستور. وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم علي من اللطف الخفي ستور. وإني يا آل طه لمستغن عن الكون دونكم وأما إليكم سادتي ففقير. أعير عيوني نظرة من جمالكم فما كل من يؤل الوصال يعير. أعير عيوني نظرة من جمالكم فما كل من يؤل الوصال يعير. ومدح رسول الله خير سعادتي أفوز به يوم السماء تمور. ومدح رسول الله خير سعادتي أفوز به يوم السماء تمور. نبي له جاه سماع مماثل وقدر عالي لا يقاس به لا يقاس لا يقاس به قدر قد انحصرت فيه المكارم كلها. ولكن ذاك في ليس له حصر. I'm
الفتانة ونقاتل عنه الكفار بالروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار عهدا لله نبايعه جندا لله وانصارا الهجرة رحلة هدينا عمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هدينا عمل الإسلام لنا دينا وصلاة الله على الهادي والكون يرادد آمينا وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط به من نور الإسلام الهيبة Oh.
الله 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 الله. بدأوا ببردة المديح، وبردة المديح للشيخ البصيري، والشيخ البصيري كان من نويرة، ونويرة أحد قرى بني سويف. والشيخ البصيري ألف البردة، وألف كثير من الناس بعده عليها، فمنهم من ألف نهج البردة، ومنهم من ألف كشف الغمة، ومنهم من خمسها، ومنهم من سبعها، ومنهم وهكذا. إلا أن بردة المديح للإمام البصيري تظل هي الأولى والأعلى والأغلى، بالرغم أنها قد تكون أقل بلاغة في بعض أبياتها، أو تكون أعقد لفظا في بعضها الآخر، إلا أنها لها الصدارة بنية صاحبها. أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام منه، وفرش له بردته الشريفة فجلس عليها، وكان مريضا فشفي. وهذه ليست أول بردة، فأول بردة كانت لكعب بن مالك، كانت لكعب بن زهير ابن أبي سلمة. كعب بن مالك ده واحد تاني، كعب ابن زهير، زهير ابن أبي سلمة صاحب معلقة من المعلقات، ولكن ابنه جاء يعتذر للنبي في قصيدة بانت سعاد، ففرش له النبي عباءته، فسميت هذه القصيدة قصيدة بانت سعاد بالبردة. والبردة عليها أكثر من 600 شرح، وقد علمت الناس الإسلام. سبحان ربي، فما وحي بمكتسب. دي نفضل ندرس فيها في الأزهر سنة بحالة، أنه ليس بكثرة الذكر والعبادة تكون مقربا إلى مرحلة النبوة أو الرسالة، فإن الرسالة اصطفاء رباني، وليس ناتجا عن عمل وجهد وذكر وعبادة، بل كل ذلك يقربك إلى الله، ولكن لا يصل بك إلى نبوة ولا يصل بك إلى رسالة. سبحان ربي، فما وحي بمكتسب. ولذلك فالوحي منة من الله، وقد أوقفها بخاتم النبيين والمرسلين وخاتمة الرسالة إلى الناس أجمعين، الذي بعثه والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة والوسطى كناية عن القرب، وأنه ليس بينه وبين الساعة نبي. فاللهم صلِّ وسلم على سيدنا النبي، واجعلنا من أتباعه في الدنيا، وعلى شريعته عند الممات، وتحت لوائه يوم القيامة. نستمع إلى شيء يروح القلوب. الكلمة دي كانت بس علشان يعني نديكوا فرصة راحة شوي، خلي بالكم، إلا إذا كان في مديحة هنا وعايزين يمدحوا. إحنا عندنا هنا برضو مديحة، مش يعني ها؟ طب نسمع مدحية كده من عبد الله بكير. تعال يا عبد الله هنا بس يا بنت. هو ده، هو ده، ايوه هنا هو.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا. أنار لي دربي ونور البصر. حب النبي سرى في القلب فازدهرا. أنار لي دربي ونور البصر. جمال طلعته قد أخجل القمر. جمال طلعته قد أخجل القمر. يزيد ناظره حسنا إذا نظر. أنت العباد يدا أجلهم أثرا. أهدى الحياة هدى ورتل الصبر. ذو العرش فضله بحبه أمرا. أخلاقه زكى والقلب والبصر. وجميل يلي مدح الدين. وجميل يلي مدح الدين. وذكر ربي ضحكني ويبكيني. وجميل يلي مدح الدين. وجميل يلي مدح الدين. وجميل يلي مدح الدين. وذكر ربي ضحكني ويبكيني. Yeah.
أحسنت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع المديح، ويحب أن يتلى الشعر في مسجده الشريف ثناء على الله ومدحا في النبي ودفاعا عن الدين وردا على المشركين. وكان يقول لحسان: قل وروح القدس تؤيدك، في غير ما حديث يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، وأن النابتة الذين يفرون من سنة النبي ليسوا على الحق ولو ادعوا غير ذلك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الأمداح هي التي أدخلت الإسلام في القلوب في المغرب العربي، وفي جنوب شرق آسيا، وفي مجاهل إفريقيا. هذه الأمداح هي التي رققت القلوب وجعلتها تتصل بالصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أحب المسلمون الصلاة وحافظوا عليها، وجعلوا الأرض كما دلهم سيدهم مسجدا وطهورا، وتمسكوا بالدين، وكانوا في منتهى العفاف والحشمة ونقاء القلب، وكل ذلك من أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرادوا أن يقطعوا على المسلمين طريقهم، وأن يحرموهم ماءهم، وأن يمنعوا وصول الدم إلى عروقهم، ففعلوا ما فعلوه على عقيدة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إلا أنهم يشوهون الدين وينقلون دينا آخر ليس هو المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونروح القلوب مرة أخرى مع الفرقة المباركة، ونشكر الشيخ عبد الله. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، هيا رسول الله.
ودع لنا حي موسيقى
العالمين. لا تتعجلهمش. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احسنتم وربنا ينبتهم نباتا حسنا وينشر بهم صالح الدين. وجنوب شرق اسيا ماليزيا واندونيسيا واخوانهم يقدسون الكبير، فربنا يجعلها لهم نعمة دائمة، لأن ذوبان الأخلاق يذهب بالأعراق. وها نحن سمعنا قصيدة الحائية للسهروردي المقتول، قتله صلاح الدين بحكم القضاء، لكنه كان قلبه معلقا بالله، وكانت روحه شفافة، فأخبر بهذه الأبيات بصفاء الروح: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. يعني إذا قرئ القرآن فابكوا، فإذا لم تجدوا بكاء فتباكوا، لأن التقليد في الخير يوجب الثواب، والدال على الخير كفاعله. فاللهم ارحمه رحمة واسعة، واغفر لمن قتله. والشيخ السهروردي المقتول له قصائد كثيرة على هذا المستوى، ولكن هذه الحائية أشهرها وأحلاها وأغلاها وأعلاها. هتسمعون أي تاني؟ نعم، ده بلاش بطلبه، ما يمكن مش محفوظ ولا شيء. نعم، يا إمام الرسل ما نردلكش طلب يا شيخ. طيب، قصيدة الرفاعي عندكم؟ بتقول ايه قصيدة الرفاعي؟ يا من تعاظم حتى دق بعناه وتا ترد رداء الكبر له. موجودة؟ طب يلا نبدأ بدي وبعدين نختم بالشفاعة. يا مفيض النور على الأكوان المدى، يا
حبيب عزيز لا أبوح به أخشى أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه ولي حبيب عزيز لا 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 أبوح به أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه لا 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 ما غاب عني ولكن لست أذكره يا كثير الملام لا تلن دعنا نحن أهل الغرام كل معنى معنى يا كثير الملام لا تلن دعنا نحن أهل الغرام كل معنى معنى نحن قوم لنا في المعاني أسرار نحن قوم
قسم بالنجم حين غوى من وافى والساقي والسقي مسوى فاخلع الكونين عنك سوى الله الله حب خير صلاة عليك
شوفوا لما المادحين دح شوفوا لما المادحين دح عشاقه بيدوب صباب ألف صلاة عليك يا نبينا يا حبيب إلى الغزلان ترمي تدار الشمس إلى الغزلان ترمي لحضن عندما رفعت رمانا قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي صلوا عليه وعطرها يبقى إذا مست آياته
صلوا عليه. وعم نوالوغا كل العبادي 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 وعم نوالوها كل العبادي وعم نوالوها كل العبادي. حبيب الله يا خير البرايا يا رسول الله قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبذورا. ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبذورا. ولم يكن يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي. والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي. ويا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي. والله كفك يا طه طه ذكرك سر البشاير. كفك يا طه طه ذكرك سر البشاير. يا جابر للخواطر يا جابر للخواطر أكرمنا سيدنا النبي. يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان. مصطفى أحمد نور
أزلي سر نور المصطفى حمل نور أزلي سر ربي ربي أوجد أول ما ربي أوجد نورك يا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي ريق المصطفى بلسم سره في الورى بلسم ريق المصطفى بلسم سره في الورى بلسم أول ما ربي أقسم جعل الله باب حضرتها علي هذا قول مسند رواه النبي هذا قول الله والقائل طه طه باب الله وعلي باب طه طه باب الله وعلي باب طه فاسأل بهم الله بهم الله كيتم نحري ضاها دار الحكمة مين سيدنا محمد باب الدار مين علي المماشد دار الحكمة مين سيدنا محمد باب الدار مين علي المماشد هذا من جزاكم الله خيرا. هل يجوز للكبير الذي قام من المحنك قياسا على العقيقه؟ لا. الاسئله الشخصيه دي بلاش منها. جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. تلوا لنا ابياتا من قصيدة الإمام الرافعي صاحب الطريقة يا من تعاظم حتى دق معناه ولا ترد رداء الكبر إلا هو تاهوا بحبك أقوام وأنت لهم نعم الحبيب وإن هاموا وإن تاهوا ولي حبيب عظيم أو عزيز لا أبوح به أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه مغالط الناس طرا في محبته وليس يعلم ما في القلب إلا هو قالوا أتخشى أتنسى الذي تهوى
فقلت لهم يا قوم من هو روحي كيف أنساه؟ واستمعنا إلى هذه الكلمات الطيبات من إنشاء المصريين قمر. وفي الختام نختتم هذا الاجتماع المبارك الذي حفته الملائكة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام يمن وبركة وخير، وأن يصرف عنا الشرور والسيئات والسوء بما شاء وأن شاء وكيف شاء من داخلنا ومن خارجنا، وأن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يترقى بنا في مراقي العبودية، وأن يعلمنا الأدب معه، وأن يسلك بنا إليه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير، ونلهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين الانصراف، ونبدأ عامنا هذا ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سيدنا صلي